انا عايز اتكلم بس على فكره الفار بالذات على الكوره بتاعت الزمالك. المشكله هتيجي صورتها. مش لا انا مش عايز، ماليش دعوه بالصوره والكلام ده. انا عايز اقول هو احنا، ما هي دي المشكله. انا قلت من الاول المساله مش مساله كفاءه. انت دلوقتي عندك درجه من درجات التقاضي اسمها الاستئناف، اللي هي الفار، انك تشوف على مهلك وتشوف كل الاحداث التي تسبق الحدث اللي انت عايز تاخد فيه القرار. لماذا يتم اخفاء مباشره؟ ودي حصلت في ماتش المصري السنه اللي فاتت، دفعه قبل لمسه اليد، المره دي دفعه ادت الى ان اللاعب ارتطم. هو اتزحلق ليه؟ لان اتزق. ليه ما بيجيبش اللقطه اللي هي انت مطالب بدي، الفار مطالب بدي، اللي ما شافهاش الحكم. ممكن طيب. الحكم يبقى شاف حاجة، انت بتجيب له الحاجة اللي ما شافهاش. خلينا في واقعة الاهلي، لانه ده كلام، والكلام ده مهم جدا، لان احنا واحدة واحدة ان شاء الله على مدار الموسم مباراة مباراة، ومش هيبقى رأينا، خليكم فاكرين الكلام ده، هيبقى رأي خبراء التحكيم كلهم. اذا كنا شفنا رأي الكابتن احمد الشناوي عن الثلاث قرارات اللي في مباراة الاهلي، رأي الكابتن جمال الغندور كمان مهم. امشي، بص اللاعب الاسماعيلي، ادي الايد اهي اللي باينه قدامنا، وادي الايد الثانيه. خلاص مسك واحده من الاخطاء اللي بيعاقب عليها القانون بركله حره مباشره داخل منطقه الجزاء، ركله الجزاء. هنروح للحاله الثانيه، حاله الهدف الثالث للاهلي. ادي الحاله، ادي لحظه لعب الكوره من غير على فكره الخطوط، من غير الخطوط باينه ان الكوره سابقه. خلاص لما الكره سابقه اللاعب يبقى هنا من غير، انا مش محتاج كده خطوط، وبالتالي هنا برضو هنا تم التشكيك على الهدف والهدف صحيح. هنروح للحاله اللي بعد كده، هنشوف هنا هو راح يلعب الكره، واحد بيلعب الكره وعينه على الكره ومش شايف اللاعب، عشان ايه؟ نلغي فكره التعمد. مش موجوده. هي مثل هذه الحالات، عشان نكون امناء، مثل هذه الحالات بتبقى بين الانذار والطرد. طب حضرتك لو موجود مكان كابتن محمد عادل، انا في الملعب هنا وحتى مع تقنيه الفار انا همشي مع الانذار. ده اللي قلناه لكم، واكد عليه كابتن شناوي، اكد عليه كابتن جمال غندور. تعالوا كمان نشوف الكابتن رضا البلتاجي، هل اتفق معاهم ولا شاف حاجه تانية؟ يمكن الحاله الاولى اللي هي ركله جزاء معتفه للنادي الاهلي، ممكن يختلف. انا شايف انها ركله جزاء صحيحه. طرد اليو ديانج، هل هو طرد مباشر ولا بعد حصوله على الانذار؟ هو كانت الرجل كانت فيها ثانيه، يعني فيها ثانيه، ما كانش هناك نيه ان هو راح يخش استخدام قوه زائده. اتهور وفقا لقانون انذار. الهدف الثالث للنادي الاهلي اللي هو الحكم التسلل، مساعد التسلل، انا من اول واحد قلت هدف. الكوره كانت سابقه اللي لعيب اللي باص الكوره. إذن اتفاق على القرارات، وده يعني ثلاث حكام كل واحد فيهم رأس لجنة التحكيم ومحاضر وخبير، وخبير طبعا وقيمة من القمم، فاتفاق على صحة هذه القرارات. هو بس كان القرار بتاع كارت أصفر فقط لأليو ديانج فيطرد للكارت الثاني. شفنا الناس طلعت، يعني البعض طلع يصوت، وازاي والحق وفين العداله؟ عارف ليه؟ هي فرقت ايه؟ ما هو خرج من الملعب. انما اللي بيقول لك كده ده كان عايز يتوقف ماتشين عشان ما يلعبش الماتش بتاعه. ايوه بس كله يبكي على انما هو خد بس فرقه الاهلي كلها ديانج، يعني ما فيش مشكله. انما الحقيقه راي الكابتن جمال الغندور والكابتن رضا البلتاجي وقبلهم الكابتن الشناوي انه التعمد ما كانش موجود عند اليو ديانج، هو مد رجله واول ما وصلت راح ساحبها، فحتى السحبه هي اللي قطعت الفانيلا، ما عورتش الجسم، فعشان كده الحكم شاف شرط التعمد يعني. شرط التعمد مش موجود، فبالطبيعي بياخد كارت. ده باجماع اراء خبراء التحكيم الثلاثه. لكن مباراه الزمالك وانبي شهدت قرارا مثيرا للجدل ولعله غريب، ضربه جزاء للزمالك أجمع على عدم صحتها خبراء التحكيم نفسهم. البداية مع الكابتن سمير عثمان. مبدئيا في دفع من لعيب نادي الزمالك على مدافع نادي انبي. الدفعة دي خطأ.
الدفعه دي خطا لازم يتم احتسابها. لو محمود ما شافهاش وبعد كده حسب ركله الجزاء يبقى لازم حكم الفار يناديه ويشوفها. يا كابتن سيف انا بقول يناديه يشوفها ليه؟ حتى زياده التاكيد يعمل معاك كونفيرم هنا قبل ما اتكلم على ركله الجزاء. لا، في دفعه من لعيب نادي الزمالك لمدافع نادي ام بي اللي خلاه وقع، بعد كده لعيب نادي الزمالك جاي من ورا واخد القرار انه هيقع. الكره دي ما فيهاش ركله جزاء، لا دي فيها خطا من الاول على مهاجم نادي الزمالك. اهو الدفعه واضحه، احنا جبناها من كذا زاويه ونشوفها من زاويه اوضح. لعيب نادي الزمالك جاي واخد القرار انه يقع، هنا كان لازم حكم الفيديو. غير الخطا يا كابتن، فيها خطا ولا لا؟ لا ما فيهاش خطا. وهنا خطوره الفار لما يبقى قراراته انتقائيه. قلنا الكلام ده في ماتش المصري 2-2 وكان في اللحظات الحاسمه اللي تحسم الدوري، وفاز الزمالك في الوقت المحتسب بدل من ضعف في الثواني الأخيرة بضربة جزاء يسبقها دفعة ما كانتش موجودة، ما كانتش هتتحسب. أيضا هذه المباراة هي دي اللي فتحت الجون الأولاني، ممكن كان يجي الجون الثاني ما نعرفش إيه اللي كان هيحصل، لأنه زي ما قال الكابتن حلمي قال غيرت لي تكتيكي، أنا مغلوب هعمل إيه؟ التكتيك بتاعي اتغير من ان انا ادافع بشكل صارم الى ان انا احاول اعوض. يا جماعه للفار ماليش دعوه بقى ان دي جت في الزمالك او جت في الاهلي او جت فين، لان برضو كان في نفس الجدل في ماتش الاتحاد السكندري. ما تدوش فرصه للناس تبقى مش فاهمه هو في اراده ولا ما فيش اراده لتحقيق العداله بس. لكن أعتقد الرأي المهم والموضوعي كان من الكابتن ياسر عبد الرؤوف في قناة الزمالك عن هذه الضربة، نسمعه. رقم واحد في دفع على مهاجم الزمالك. طيب ضربة عشان جزاء. بقى نتكلم في الحال، المخالفة موجودة؟ المخالفة موجودة. في ركلة جزاء على المخالفة؟ في ركلة جزاء. ولكن أنا المفترض بيا كحكم فار إن أنا براجع على حاجة اسمها ABB اللي هي مراحل بناء الهجمة. هل كان في مخالفة قبل كده ولا لأ؟ كان في مخالفه قبل كده على الجزيري، فالمفترض ان هو يقول للحكم في مخالفه من المهاجم قبل ما المدافع يرتكب مخالفه ضد المهاجم زميله. لو رجعنا على اللعبه بالشكل ده ركله الجزاء هتتلغي وهيحسب مخالفه على المهاجم. الكلام ده بقى مهم جدا وخطير ونتوقف عنده لانه بيتفق مع مخاوفي. قال لك ان الفار ملزم بمتابعة مراحل بناء الهجمة. كلام مهم قوي. طيب احنا الكابتن عصام قال دربنا الناس قبل الموسم واخترنا عدد كبير من الناس، اذا تم تدريبهم على هذه البديهيات والابجديات. انا السنه اللي فاتت شفت ماتش للمقاولين والجونه، المقاولين جري من 18 جاب جون اتلغى لانه كان عامل فاول في منطقة ال 18. إذا مسألة بقى إن أنت شفت وما فهمتش، لا مش واردة. طب شفت وما قلتش، مش خطيرة نجاهد. جدا مش نجاهد. خطيرة جدا ودي اللي أنا خايف منها. طب ما شفتش ليه؟ إذا كان هي دي شغلتك الأساسية وعندك الوقت. إحنا شفنا الكورة بتاعت الكابتن محمد عادل اللي هي بتاعت بيرسي، الجون الثاني وقف اللعب يمكن 4 دقائق. ايوه يعني في تأني وفي مره واثنين وثلاثه، لا زي ما بيقولوا انت تستطيع، يو كان افورد، انت تتحمل هذا الوقت وعندك من التقنيات والادوات انك تعرض بالبطيء وتجيب الخطوط وعندك كل حاجه. لما ما تعملش كده بقى انت مش عايز تعمل كده، ملاش تفسير تاني. صحيح. كمان في مباراه الزمالك وانبي اعتقد الحكم في مساله الوقت الاضافي كانت غريبه جدا. وانت لما تحسب دقيقتين وقت بدل يوصلوا خمسه ازاي؟ ازاي بالله عليك يوصلوا خمسه؟ ما وقفش اللعب يعني هم دقيقتين. حد يتعالج ولا حد وقع ولا الدقيقتين يتمطوا يبقوا خمسه ازاي؟ دي حاجه تامنه دي مساله غريبه جدا. يعني اصل كمان التوقيت ده لا دي ساعه، حسبت دقيقتين اتعطل اللعب فيهم دقيقه، اتعطل نص دقيقه، رحت فار ولا عملت حاجه؟ قول لي جبت الخمسه منين؟